قول لي نتيجه عشان انا بسجل الكلام ده وبعيده بعد الماتشات. 2-0 2-0 الاهلي. قول لي بقى مين جابهم، هيجيبهم بالمره هجابهم دي بقى بتاعت ربنا يعني، ما هي بتاعت ربنا يعني عدم. يعني انا شايف يعني انا شايف حسين اقرب وانا بقول يعني احساسي كده جالي يقين كده ان مودست ممكن يسجل في المباراه دي. اوبا انا بقول لك احساسي دي مش عارف ليه عندي احساس ان مودست هيسجل في المباراه. استبعدها بصراحه كابتن ديت ماشي استبعدها، ده عايزك بقى تعمل له انت اوفر بقى ويروح ولا حضرتك احساس انا بقول احساس لا يا كابتن زي ما توقعنا النتيجه عندي كريم توقعاتي يعني بص الكاميرا بتسجل انا توقعاتي في تحفظ هنا وهنا 0-0 والاهلي هيحسمها في ضربات الجزاء ان شاء الله.